طيب كابتن عادل، عودة الروح النهارده تصنع الفوارق الفنية بين النادي الأهلي وبين المنافسين. طب كابتن، الاستوديو اللي فات لما اتكلمنا على أنا شخصيا اتكلمت على خمس أسباب النادي الأهلي أداؤه كان مش جيد، فعددت الخمس أسباب. المرة دي أقول لك سببين بس هما اللي عمل كده في النادي الأهلي النهارده، أو اللي أدى الأداء اللي أداه النادي الأهلي النهارده. بمنتهى البساطة، وعي اللاعبين. وعي أنهي؟ بخطر الموقف. ده واحد. اتنين، روح اللاعبين. بس مفيش أكتر من كده. الفروقات وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي حطها في الآخر، لأنه ده الطبيعي. طبيعي إنك فريق كبير. احنا بنتكلم على بيراميدز فيوتشر عنده لاعبين كويسين. كل الكباتن اتكلموا بيقولوا ما بالك الاهلي. الاهلي عنده الافضل دائما والاحسن دائما. لكن السببين دول اللي انا بكلمك عليهم هم اللي كافلين ان يخلي النادي الاهلي طول عمره في المكانه دي. طول عمره النادي الاهلي بيبقى عنده الوعي الكامل عند لعيبته انك انت في خطر، ممكن انك انت لازم تاخد البطوله. في نقطة لازم نشتغل عليها الفترة الجاية دي. اللي هي ان خسرت الدوري السنة اللي فاتت. انا بتكلم على اللعيبة. ايوه. لازم تحط في دماغك ان خسران دوري السنة اللي فاتت. ده من بداية الدوري لازم تبقى حاطط في دماغك. النادي الاهلي عمره ما بيحصل. لا، انا بتكلم يا كابتن في الفترة دي. احيانا انك انت بترجع نفسك بالحافز. لكن طول عمر النادي الاهلي الحافز عنده مش البطولة بس، لأن البطولة وضع طبيعي. هو ده مش غرور. أنا بكلمك على أرقام، أنت بتتكلم على أرقام. أيوه. بنحسب للنادي الأهلي أرقامه، فأرقامه حتة البطولة ليه ده طبيعي الحمد لله يعني، ودي الميزة. لما بتصدق طول الوقت إن هي عندك العادي البطولة. لكن لما بتوصل إنك أنت بتقول أنا عايز بطولة كنادي أهلي، ها؟ تبقى انت لازم بتبقى بتمر بحاله غير طبيعيه. لان البطوله للنادي الاهلي العادي بتاعك. ولكن في الاخر مبروك النهارده، الروح، الوعي اللي احنا اتكلمنا عليه. الحاجه الثانيه بقى المهمه، احنا قلنا قبل المباراه ان المدرب يتحمل مسؤوليه، صح يا كابتن؟ ايوه. لان هو اللي اتكلم في كل حاجه. ايوه. زي ما المدرب تحمل المسؤوليه احنا بنقول له برافو النهارده عملت اداء، رغم ان انا بكلمك على افضل حاجه لمدرب في الوقت الحالي الاستفزاز اللي لعيبه الاهلي كانوا فيه، اللي الكابتن اسامه اتكلم عليه وقال لك طول الوقت انتقاد انتقاد، وكل الكباتن انتقدوهم في الاستوديو. فنزل بروح النادي الاهلي والجدعانه والقلب، وانك انت كجيل ممكن تتأثر في الثلاث مباريات دول. عشان كده انا قلت لك كابتن من اول الاستوديو اتمنى انه يريحوهم في مكان. انا ما عنديش مشكله يروحوا النهارده ويطلع بقى من بكره لغايه مباراه الزمالك. هو سبع ايام يا ابو، سبع ايام، اسبوع. عندك بيراميدز، في بيراميدز الاهلي. انا عارف، انا بكلمك على اسبوع. انا بتكلم على اسبوع، ما فيش مشكله ان انا اقعد اسبوع. ده معسكر مش طويل. انت طب يعني طب خليني اسالك نفس السؤال اللي انا سالته للكابتن علاء. الكابتن علاء لما جاوب على السؤال جاوب من حتتين. قال لك ان الكلام ده فرق مع الجهاز الفني وفرق مع اللعيبه. انت اول مره من فتره كبيره يكون عندك ما بين الماتش والتاني فتره اسبوع. هل يفرق معاك كلاعب؟ هو يفرق معاك كلاعب لو عملت الاستشفاء كويس. انت ما تنساش أيوة النهارده عندك طبعًا. عندك مشكله ان عندك اتنين اصابات اجهاد، وفي بعد او حصل حاجه مباراة. لا يعني ده دليل عن ايه؟ ما هو انا برضو يمكن اتكلمنا، ما تخليش المكسب برضو يودينا لحته بعيده قوي. لازم عشان كده بسأل، لازم المدرب يعرف حاجه مهمه جدا، ان مش ده الوقت اللي هيكتسبوا بيه لياقه بدنيه عشان هم تحت. ممكن يكون الحماس ده ادى للاصابات، يعني ادى للاجهاد اللعيبه. ممكن يكون اللعيبه في مشكله، كل واحد عاوز يثبت للمدرب انه هو ليه احقيه اللعب. فتلاقيه بيموت نفسه في التمرين،
فده هيبقى تمرين زياده. تلاقي لعيب مثلا زي طاهر محمد طاهر اتعور بعد قد ايه؟ ما لحقش خمس دقايق خطا ده في ال... اه ده خطا بس. طاهر في الاول طاهر قبل الدكاتره وقبل اي حد انا اللعيب. احيانا لما بتشوف الدوريات الكبيره في العالم تلاقي اللعيب هو بيعمل سبرنت وعامل اقصى حاجه وبيرفع ايده وبيخرج من الملعب على طول لانه حاسس انه هيبقى في حاجه. طاهر محمد طاهر ولكن اللي حصل متحمس مش قادر يسيب الفرقه في الوقت ده، عايز يشارك رجوع الفرقه للانتصارات. في حاجات كتير قوي بتحمس اللاعبين ولكن الحماس ما يخلكش انك تاخد قرار خطا، لانك بحماسك ممكن تضرني مش تفيدني. أيوة. بالذات في اللاعب في الفتره الاخيره من السنه، التلت الاخير من السنه، اوعى حماسك يوصلك انك انت عايز تلعب وانت مصاب، انت مش هتديني. احيانا اللعيب الكبير المصاب لا انا لاعب لعيب اصغر واقل منه اهميه بس سليم، استفاد بالسليم اكتر. بس في الاخر حته علامه استفهام بتاع طاهر وبعد طاهر كمان هاني حته، بس هاني كانت كره مشتركه يعني فيها مخاطره شويه. انا فاهم يا كابتن بس انا بتكلم على انك انت عندك السبع ايام، عشان كده انا بقول لك ايه ليه انا بقول لك معسكر، عشان العلاج ومش علشان التمرين وبس. هو الناس فاهمه ان المعسكر انك هتمرن، لا انا حاطط تحت عينيا اللعيبه وافضل اعالج فيهم، لان العلاج والراحه تسهل عليا اكتر، انت فاهم؟ فما فيش مانع ان انا اخد السبع ايام دول من بكره، يعني بكره اللعيبه تروح وتعيش حياتها عادي كيوم عادي، ومن بكره بعد التمرين بالليل، والتمرين يبقى بالليل عشان يبقى في فتره طويله، ويبقى بالليل ويبقى في معسكر. اتمنى ان، لان الفكره دي في الوقت ده بالنسبه للعيبه النادي الاهلي فكره مهمه جدا، وانت واخد الفائلتين كله. وفي اماكن دلوقتي في مصر انك انت الملعب بيبقى جوه المكان وفي جاكوزي وفي كل سبل الاستشفاء اللي انت اللي موجوده عندك. فاتمنى ان هم يفكروا فيها، ولكن في اخر الامر انا ممتن للعيبه اللي انا الاستوديو اللي فات اتكلمت عليهم بصوره يعني انتقدتهم، وده كان لازم انتقدهم لاني انا عندي النادي اكبر من لاعب. ايوه. ولكن في الوقت ده لما تديني اقول لك شكرا. وانا قلت لك قبل المباراه يا كابتن موت نفسك واديني روح. مظبوط. ولو خسرت اقول لك شكرا برضه. مظبوط. النصر هزيمه من عند الله، لكن ربنا مديك حاجه واحده بس، الروح. ايوه. مديك روحك انك انت تقاتل تموت نفسك. والاهلي لو عمل كده، لعيبه النادي الاهلي لو عمل كده، اصل دي روشته مكتوبه من زمان. روح لعيب النادي الاهلي لما بتبقى موجوده محدش بيقف قصادك. مظبوط. خالص، ولا في مصر ولا في افريقيا كمان. ايوه. ولكن في الاخر اتمنى اني ننسى ده، خلاص اترمى من دلوقتي. يعني خلاص شكرا، ارمي على من ورا على ورا ظهري المباراة عشان افكر في بيراميدز مش في الزمالك مش في الكاس، اخلص بيراميدز وبعدين اشتغل على الكاس ان شاء الله. صحيح.